نروح للعاصمة القطرية الدوحة، ومن هناك الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد الجزار، مساء الفل الإعلامي المميز. مساء النور عليك دكتور إيهاب، تحياتي ليك وكل المشاهدين الكرام، مشاهدين صدى البلد. أنت سبت الشرقية وسافرت على الدوحة إمتى؟ أنا كنت شايفك قبل البطولة على طول فرحان وكل يوم تتصور في الخضرة وتنزل صور، فجأة لقيت الجزار على طول في شغله في الدوحة، إيه اللي حصل؟ دخلنا على المعمعة بقى على طول عشان البطولة كان بدأت وكده، وعملنا شوية ريفريش كده في الريف وفي جهينة نورت مصر كلها وعود الحميد لعملك. ربنا يخليك يا دكتور. أكيد. قول لي الأجواء إيه قبل مباراة النهائي ما بين الجزائر وتونس، وأيضا مباراة المركز الثالث والرابع بين قطر ومصر الحبيبة، واديني برضو أجواء الجماهير المصرية والقطرية بعد هزيمة المنتخبين أمام تونس والجزائر. الأجواء صفحة مباراة تونس قفلناها خلاص، حلوها بمرها، بدأنا التجهيز والتحضير النهاردة على طول بدون راحة لمباراة قطر المنتخب بطل آسيا. الفريق بكرة إن شاء الله بيخوض تدريبه الرئيسي الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة، وده هيكون نفس توقيت المباراة يوم السبت بإذن الله. الحقيقة مستر كيروش حرص على الاجتماع مع اللعيبة والحديث معاهم إن إحنا لازم نفنش البطولة بشكل كويس، أنا واثق فيكم، أنا راضي عن المردود اللي قدمتوه، لسه منتظر أكتر من كده بكتير، والحمد لله المعنويات كويسة، ورغم طبعًا حالة الحزن اللي سادت البعثة وسادت أوساط الجماهير بعد الخسارة في الوقت القاتل الحقيقة بسيناريو قاسي جدًا أمام المنتخب التونسي، لكن الحقيقة اللعيبة عايزين ينهوا البطولة بشكل كويس، عايزين يبقى احتل لنا المركز الثالث وناخد الميدالية البرونزية، أفضل طبعًا من الخروج في المركز الرابع. بشكل عام أنا شخصياً شايف إن منتخب مصر شرفنا ورفع رأس المصريين، والمنتخب المصري بدأ يتحسس خطاه نحو العودة إلى الطريق الصحيح، نحو العودة إلى أو استعادة الصورة الجميلة للمنتخب المصري اللي الحقيقة كانت خافتة جداً يا دكتور إيهاب في الفترة الأخيرة. والمكاسب اللي أنا بشوف من أكبر المكاسب في هذه البطولة إن الجماهير المصرية رجعت مرة تانية تهتم بالمنتخب، تتابع المنتخب. التيشيرت الاهلي كان جنب تيشيرت الزمالك، مفيش اي تعصب، مفيش وده اللي لازم يحصل، ده اللي لازم يحصل النادي. ده اللي لازم يحصل وكنا بنقول عليه من زمان، والحمد لله بدات الناس تستوعب ده وبدا الكل ينفذ ده على ارض الواقع. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في مباراه الثالث والرابع مع التقدير طبعا والاحترام للاشقاء في قطر، تبقى مباراه في كره القدم يسودها لتنافس شريف، لكن من حقنا نحلم، من حقنا نطمح دايما ان منتخبنا يقدم كره جميله ويحقق افضل النتائج، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. طيب انت من خلال متابعتك لمران الفريق النهارده، وده يعتبر المران الرئيسي قبل بكره يعني الاستشفاء والمباراه السبت ان شاء الله، شايف مستر كوريش من خلال التدريب النهارده ركز على حاجه معينه، خصوصا ان احنا هنطلع من هنا خلاص الاهلي هيلعب مباراته مع الرجاء، وبعد كده بالسلامه هنسافر على الكاميرون بعد اسبوع نلعبه في الدوري الممتاز. شايف في تغيير عند كروش من خلال تدريبات النهارده في التشكيل، في الدفع بعناصر جديده، في تغيير مراكز اللاعبين اللي كنا بنتكلم فيها، ولا نفس الخطه ونفس التشكيل ونفس التصميم من كروش على اللعب بطريقه معينه خلال مباراه قطر ان شاء الله؟ لا والله، هو كروش من الحاجات الكويسة فيها دكتور ان هو مش راجل عنيد، راجل منفتح، راجل بيحاول ان هو يدي الفرصة لكل العناصر وكل اللعيبة، عايز ان هو يشوف كل الناس اخبارها ايه، جاهزيتها ايه، الفترة اللي جاية هتكون ازاي. فالحقيقة يعني اعتقد ان الرؤية هتتضح اكتر بالنسبة للتشكيل، بالنسبة للناس اللي هتشارك في مباراة قطر ان شاء الله. عموما اللي يكون موجود يكونوا على قدر المسؤوليه، يقدموا لنا مباراه كويسه، يعملوا ينهوا البطوله بشكل جميل، لكن الحمد لله الصفوف كلها مكتمله، ما عندناش اي غيابات غير ايمن اشرف زي ما حضرتك عارف، غير كده كل اللعيبه موجوده، كل اللعيبه جاهزه فنيا وبدنيا، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك يعني ننهي البطوله بشكل كويس ان شاء الله. ان شاء الله. خليني اخذك لموضوع ثاني، يوسف بليلي لاعب منتخب الجزائري متالق، لاعب كبير قوي، واي نادي يتمنى ان هو يكون موجود معاه. النهارده بغرابه في ظل تالق غير عادي ليوسف بليلي وصعوده مع منتخبه الى المباراه النهائيه، نلاقي بيان من نادي قطر بالاستغناء عن يوسف بليلي دون ابداء اسباب، بكل تاكيد في كواليس، في اسباب حضرتك تحطنا فيها. والله عارف احيانا بتبقى رغبه اللاعب هي الفيصل. يوسف من الموسم اللي فات موجود مع نادي قطر، نادي قطر كان بصرع الهبوط، حاول اجتهد، لكن
ربما ما وجدش ضلته مع نادي قطر القطري، ربما بيطمح لحاجة أفضل. يوسف طبعا من اللعيبة الكبيرة واللعيبة اللي إضافة لأي مكان يكون موجود فيه، لكن يبقى في النهاية المسألة زي ما قلت لحضرتك هي متوقفة على رغبة اللاعب. اللاعب هو اللي طلب الرحيل وأبدى رغبته، والناس في إدارة نادي قطر احترموا الرغبة دي. فطبعا نتمنى إن شاء الله. يعني هل في عرض جديد ليوسف بلايلي؟ والله حتى الآن ما فيش دكتور الأمور الحقيقة، ما خبيش عليك لسه الأمور مش واضحة. النهاردة حتى كنا موجودين مع اللاعب في الفندق، وللأسف منعينهم من التصريحات، منعينهم من الإبداء بأي حديث لوسائل الإعلام، فبالتالي يعني في تكتم شوية. طيب على خلينا أقول اللي عندي بصراحة. البعض قال أن يوسف بعد إحراز الهدف في المرمى المنتخب القطري يعني كان في مشاكسة ما بينه وما بين الجماهير القطرية، وبالتالي كان قرار بالاستغناء عن يوسف بلايلي. ده أخبار صح ولا غلط؟ لا لا، الناس هنا على فكرة مش بتتعامل مع أنا عارف بالشكل ده خالص. الناس هنا ناس بتحترم كل يعني بتحترم الآخرين. لا يعني أنا من خلال وجودي وحياتي هنا لا أقدر أقول لك عمر الأمور ما بتقاس بالشكل ده يعني. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا ناقدنا الرياضي الأستاذ محمد الجزار من العاصمة القطرية الدوحة، وإطلالة حول مباراة منتخب مصر وقطر على المركزين الثالث والرابع في كأس العرب بقطر يوم السبت 12 ظهرا بتوقيت القاهرة. تعالوا مع بعض.